خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد. الصراحه هذه اللحظه هذه مش عاله ديونا كنتظرها وبغيت نبارطاجيها معكم اخوتي. ادعوا معايا ان شاء الله يدوز كل شيء على بخير وبخير. انا دابا كنتواجد حدا لاجونس ديال رويال اير ماروك، قطعت البي ديالي وديال مراتي وبغيت نشارك معكم هذه اللحظات كاملين وهذه الرحله كامله من المغرب لالمانيا. والله يسهل عليكم اخوتي كاملين، يا الدراري يا الدريات يا جزائريين يا توانسه، وان شاء الله غنبارطاجي معكم الزوينه والخايبه. الفول عندي من دابا سيمانه ويلا اخوتي نتلاقاو من دابا سيمانه. السلام عليكم اخوتي، صباح الخير عليكم. المهم انا دابا يلا وصلت المطار واليوم عندي الرحله ان شاء الله. دعوا معايا نمشي على خير وبخير. الباجاج هو دابا، واحد الشعور صراحه في شي شكل زوين وخايب. زوين حيت تسافر تمشي لواحد البلاصه زوينه، وخايب حيت تتواد مع صحابك وخوتك. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الرحله كامله كيفاش غادي تدوز، و داكشي اللي كاين غادي نبينو لكم. الصراحه خوتي واحد الشعور زوين وخايب كما قلت لكم، زوين وخايب. المهم جات اللحظة نودع العائلة دابا هيا باش نشد الطريق ونمشي ان شاء الله. بردا عندهم القضيه هنايا في المطار صار مع البرا كاين الصهد هما الناس اللي كيتسناو. قالت لي الطياره تكون خاويه شويه ما تكونش عامره. وين جلستو؟ راه نتفتش؟ يا اوكي. خوتي هنا الا دفعت الباكاج دابا هيا ولقيت تما كاينه واحد البنت الصراحه كتهضر زوين و فهمتي كيتعاملوا مزيانين هنايا. وصراحه عرفتي شنو طياره عامره خوتي. البنت اللي في الريسبسيون تما كاينه طلبتها على شي بلاصه في حدا السرجم تما كاينه باش نقدر نصور لكم داكشي زوين. ساعه قالت لي طياره عامره ما نقدرش، ولكن ماشي مشكل نشوف كيفاش ندير. صراحه خوتي توحشت هاد البلاد هادي الدراية هادي. كنت باغي ندوز الفطر عاد نمشي ساعة خوتي، طيارة عامرة ودابا كلشي واقف هنا كيتسنى، وخديت شي مشروبات وداك الشيء. يلا يلا نشد نوبتي، هانتوما شوفوا كلشي كيعامر المغرب غير فوق.
دابا هادو كاملين كيتسناو الطياره ديال فرانكفورت. خوتي الطياره غادي تقلع مع 12:25. يلا بغينا نوريكم الطياره ماشي تقلع حيدوها مع 12:25 فرانكفورت.
وصلنا على خير وبخير وكل شيء داز مزيان. صراحة تجربة زوينة، طرنا مزيان وفطنا مزيان، ومطار ديال فرانكفورت هربان على ديال المغرب. شفت واحد الله يحفظك. مطار كبير بزاف. دابا انا غادي نشوف الباكاج ديالي، نتسنى باش ناخذو شي بحال للدار. هي الحبيبة وصلت. نمشيو دابا ان شاء الله، نمشي نشوفو التران غيجي مع السبعة، نتسناو تما كاينة باش نمشيو للدار ان شاء الله. خوتي شوفو شنو لقيت. الصراحة واحد الحاجة اللي زوينة بزاف، انا ندور لكم باش تشوفو. لقيت جامع هنايا في المطار ديال المانيا فرانكفورت. ها هو هذاك واقيلا. مسدود. حلو راجل. صراحة واحد الحاجة اللي زوينة كتجي لواحد البلاد ديال النصارى ولقيتيه بحال هكا الجامع. ودايرين داكشي زوين تبارك الله. خوتي واحد المطار اللي كبير بزاف، ما تصوروش قداش كبير، وخا الدور فيه نهار كامل ما يساليش. كبير بزاف، واه تبارك الله. الالمان خادمين بلادو. وين كاين بيا؟ بان ويف اس. يا يا غرادة. دابا نمشيو للمحطة ديال التران باش نمشيو لوجهة شوتكارت ان شاء الله. مطار كبير بزاف. دابا الا صيفطت المرات تمشي تسول بلاصتا ديال المحطة ديال التران فين كاين، راه دخلت والله تا دخلت. فو fahren wir mit dem Aufzug. Ja, wir sehen wir das. كبير فيه السنسور تاع هو باش تطلع الفوق. فيه بزاف، فيه شي ثلاثة طبقات واقيلا. هذا الطابق الثاني. هذا اللي مورايا الطابق الثالث. تبارك الله كبير بزاف. جيم اهو. Bahnhof hier. Ich glaube, wir müssen lange, wir müssen nochmal einfügen. Nochmal? And railway stations. كاين تران هنا تيوصلك من ترمينال واحد ترمينال جوج. Approaching next station.
Anfahrt Terminal 1. Bereiche A, B, C, Z. خوتي هذا اللي كتشوفوا هنا هذا كامل هذا كامل على النص ديال المطار وهذا النص هو اللي فيه هنا واش جيت من هنا لهنايا شي ساعه ونص السلا هذا كامل عاد باش نجي لهنايا باش ندوز للمحطه ديال التران شوفوا قداش تبارك الله الصفر اخوتي كيجي بالجوع الصفر والله الا كيجي بالجوع عندنا ساعه ديال الروطار اللهم نجيو ناكلوا شي لعيبه بالزربه وديك الساعه مغيره خوتي يلا وصلنا دابا للمحطه ديال التران ولكن دوماج لقيت التران دار فيه سبيتونغ الا هو الروطار غيجي معطل بساعة كان غيجي مع 6:52 دابا غيجي حتى 7:42 دقيقة داو معانا نوصلو للدار على خير وبخير راه عييت الصراحة نهار كامل من الصباح دابا هادي 6:30 ها هو هاي المحطة كبيرة بزاف تبارك الله اخوتي وصلنا دابا للمحطة الاخرى اللي غادي نبدل فيها التران التالي ولقيتها حتى عامرة اليوم السبت وهنا في المانيا دايرين اليوم واحد العرض شريو بها 9 اورو تشري بها تيكي كيمكن لك تسالى بها شحال ما بغيتي عندها مدة ديال شهر 9 اورو 90 درهم ومحطة عامرة شوفوا شحال الناس عندهم شي حاجه اليوم تيدعموا المثاليه شفت كلشي هنايا الدراري صغار وكلشي كبار لابسين الرايه ديال خوذ قوزح هانتوما نشوف صغار وكبار كلشي الدراري عندهم صغار 14 عام لابسين ديك الشيء ديال حوز قوزة واخيرا اخوتي وصلنا للدار دابا الحمد لله وصلنا على خير وبخير من بعد نهار كامل من الصباح حتى الليل حتى دابا يلا دابا وصلنا يلا دخلت دوشت صليت حيت كانت جمعت عليا الصلاه ديال النهار كامل وصليت الحمد لله الصراحه دازت رحله زوينه وتجربة زوينة الطيارة الصراحة تما كاينة الناس تعاملوا مزيان هبطنا عاوتاني في المطار ديال فرانكفورت الناس الله يعمرها دار الألمان راكم كتعرفوهم معقولين وكيخدمو من نيتهم وكدوز من حدا شي واحد كيبتسم ليك كيضحك كيقولك السلام والحمد لله شحنا وجهنا زوين الحمد لله ما ومرضيين ربي ماشي خيبناش واللي مرضي راه ربي ما عمرو يخيبو والله يسهل عليكم اخوتي باش ما كتمنوا اي واحد بغى شي حاجه الله يسهل عليه فيها وشكرا واللي عنده شي سؤال
مرحبا بيه يدوز عندي التيك توك ولا الانستغرام. مرحبا، راه عادي نسول اي واحد اللي بغاتو شي فيديو ندير لكم شي فيديو، مرحبا على اي حاجه. ودابا انا رجيت هنا، راه غنكتشف شحال من بلاصه وغندوركم معايا تكتشفوا حتى نتوما اي حاجه شفتها راه غتشوفوها حتى نتوما. وشكرا والسلام عليكم.